شركة الفارس العامة تعتبر شركة الفارس من الشركات ذات الخبرة الطويلة والفريدة في القطر في صناعة وحدات تصفية المياه وبالسعات المختلفة، وقد قامت الشركة بتصميم وتصنيع ونصب وحدات التصفية في كافة أرجاء قطرنا العزيز ولجهات مختلفة، علما أن كوادرنا الهندسية أثبتت نجاحا عمليا كبيرا، كما وأن وحدات تصفية الماء مصنعة بموجب أحدث التقنيات الألمانية الحديثة. شركة الفارس العامة إحدى تشكيلات وزارة الصناعة والمعادن، تعمل بثلاث معامل على إنتاج إضافة إلى المعدات الهندسية الثقيلة، فتعمل هي في تكنولوجيا المياه بمختلف أنواعه. وبما أن الحديث يتركز على موضوع تكنولوجيا المياه، فحقيقة سنجعل حديثنا فقط على هذا الجانب. في شركة الفارس العامة إنتاج لوحدات تصفية المياه بمختلف السعات، تبتدأ من 500 متر مكعب في الساعة نزولا إلى 14 متر مكعب بالساعة. وتعتبر شركتنا شركة الفارس العامة الرائدة في هذا الجانب، تعاقدت حقيقة مع وزارة البلديات، مع لجنة إعمار الميسان ولجنة إعمار الأنبار على تأمين هكذا معدات لتصفية المياه حقيقة، والعمل جاري بهذه العقود لتأمين المياه الصالحة للشرب لعموم المواطنين في جميع المحافظات. وحقيقة اليوم يعني شفتم أعمال تجهيز وحدات التصفية سعة 400 متر مكعب في الساعة بعدد وحدتين جهزت إلى محافظة النجف لسد حاجة المحافظة إلى المياه الصالحة للشرب. إضافة لهذا، حقيقة الشركة تعمل على شمول موضوع تكنولوجيا المياه بكل جوانبه. فالشركة حقيقة تسعى حاليا لتوقيع عقد مع إحدى الشركات المتخصصة في هذا الجانب من ضمن مشاريع الخطة الاستثمارية لنقل تكنولوجيا إنتاج منظومات معالجة مياه الصرف الصحي، وسيكون لهذا الموضوع حقيقة أثرا كبيرا في معالجة تلوث المياه ومعالجة المياه مياه الصرف الصحي قبل تصريفها إلى مياه الأنهار. الشركة حاليا أيضا تعمل وتتصل بالشركات المتخصصة لفتح آفاق للتعاون المشترك في مجال إنتاج منظومات معالجة المياه بطريقة التنافذ العكسي بالسعات المختلفة. بذلك تكون الشركة قد شملت جميع هذه الجوانب في موضوع تكنولوجيا المياه. معملنا أحد معامل شركة فارس العامة، حقيقة مختص هذا المعمل بإنتاج وحدات تصفية ووتر تريتمنت يونت زين، ولتعدد سعات، سعة 14 متر مكعب، سعة 50 متر مكعب، وسعة 200، سعة 240 اللي هو البي ان يصرحوا له زين. وعلى هالمجمعات حقيقة إقبال يعني كلش واسع من قبل الدولة لتغطية مشاريعها الخاصة. هاي ورشتنا تختص بتصنيع جميع لوحات السيطرة لمجمعات التصفية اللي صنعها شركتنا، من ابتداء من 14 متر مكعب و50 و100 متر مكعب، وايضا 200 و240 و400. الشركة العامة للصناعات الميكانيكية حديثا، استطاعت الشركة بإدخال تقنيات حديثة تخدم الزراعة والري في القطر، وذلك بإنتاج منظومات الري بالرش باختلاف أنواعها الثابت العمودي المتحرك، كما وأنها قادرة على إنتاج محطات تصفية المياه ووحدات تحلية المياه. الشركة العامة للصناعات الميكانيكية إحدى الشركات وزارة الصناعة والمعادن، واللي تخصصت في مجال خدمة القطاع الزراعي وتطوير القطاع الزراعي. وفي هذه المرحلة اللي يمر بها العراق والمشاكل المائية بالعالم والمنطقة وبسبب شحة المياه، تسعى الشركة العامة للصناعات الميكانيكية
على تطوير إنتاجها من منظومات الري بالرش. للشركة معمل متطور في إنتاج منظومات الري بالرش وبأنواع مختلفة، ينتج المحوري 60 دونم، 120 دونم، 180 دونم، ثلاث أنواع، وينتج المتحرك 40 دونم، وننتج الثابت 40 دونم أيضا. يقوم معمل ري بالرش بإنتاج أجهزة الري بالرش بأنواعها الثابت والمتحرك والمحوري. هذه الأجهزة تم التوجه إلى تصنيعها بسبب شحة المياه في القطر وظاهرة الاحتباس الحراري. استخدام هذه الأجهزة يعني استغلال أنسن المياه وتحسين نوعية المنتوج، وكذلك استخدام وسائل تسميد متطورة. هذه الأجهزة تغطي مساحات مختلفة، فالثابت يمكن أن يغطي من مساحة 5 إلى 40 دونم أو حسب حاجة المزارع، والأجهزة المتحركة تغطي 40 دونم، والأجهزة المحورية بثلاثة أنواع، النوع الأول يغطي مساحة 60 دونم، والنوع الثاني يغطي 120 دونم، والنوع الثالث يغطي 180 دونم. حاليا عمليات التجهيز مستمرة إلى وزارة الزراعة عن طريق شركاتها إلى الفلاحين. شركة النعمان العامة تمتلك العديد من المصانع لإنتاج منظومات وأنابيب الري بالتنقيط، إضافة إلى إنتاج الأنابيب البلاستيكية ذات الأقطار الكبيرة وبموجب المواصفات العالمية. شركة النعمان العامة إحدى شركات وزارة الصناعة والمعادن، وتخصصها الرئيسي هو إنتاج منظومات الري بالتنقيط، والذي يخدم قطاع الزراعة والمزارعين بصورة عامة في العراق. الشركة تنتج هذه المنظومات منذ فترة أكثر من 5 سنوات، وكان لها مساهمة في ري المناطق القاحلة في العراق، والتي تستخدم هذه التقنية في الري، ومنها مناطق الزبير وغيرها في البصرة ومناطق النجف. الآن ومنذ أكثر من 4 سنوات بدت وضمن خطة وزارة الزراعة دعم ترشيد استهلاك الماء. شركتنا كإحدى شركات وزارة الصناعة ساهمت في هذا الموضوع مساهمة فعالة، ورفدت المزارعين بهذه المنظومات. هناك عقود متعددة وقعت مع وزارة الزراعة بتجهيزهم بمنظومات متكاملة، وخاصة في بساتين النخيل والهيئة العامة للنخيل خلال السنوات الماضية، وضمن توجه وزارة الصناعة التوسع والتطوير لهذه الشركة، بحيث أصبحت الآن راح نحاول نسعى إلى مضاعفة إنتاجها عما كان عليه، ونطور في نفس الوقت باستيراد معدات وخطوط إنتاجية جديدة وحديثة، وكذلك استيراد قوالب لتطور المنتوج.